السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا بفيديو جديد، وهو كيفية حساب قدرة المحرك الكهربائي. بس قبل كده يا جماعة متنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1. حساب قدرة المحرك الكهربائي. 2. مبدأ عمل المحرك الكهربائي. 3. مكونات المحرك الكهربائي. أول نقطة، حساب قدرة المحرك الكهربائي. يعبر مصطلح القدرة الكهربائية عن كمية الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جهاز كهربائي مثل المحرك، وبالتالي تعبر عن فرق الجهد الكهربائي مع مقدار تدفق الشحنات إلى الجهاز، ويمكن التعبير عنها رياضيا كما يلي: القدرة الكهربائية بتساوي فرق الجهد الكهربائي في التيار الكهربائي، كم متقاس القدرة الكهربائية بوحدة واط، ويمكن تحويلها إلى قدرة حصان، وهي مصطلح فيزيائي يعبر أيضا عن القدرة بمعادلة بسيطة. القدرة الحصانية بتساوي القدرة في 0.001341. النقطة التانية، مبدأ عمل المحرك الكهربائي. يعمل المحرك الكهربائي على أحد أهم العلاقات التي اكتشفت في علم الكهرباء، ألا وهي العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية والحركة، وكان ذلك عام 1820، فعند توصيل سلك كهربائي يشبه حرف يو في مصدر طاقة ووضعه بين قطبي مغناطيس قوي يتحرك بداخله التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى خلق مجال مغناطيسي حول السلك، وبالتالي قوة مغناطيسية إضافة إلى المجال المغناطيسي بين قطبي المغناطيس القريب، لتنشأ حينها قوة تنافر بين الأقطاب المتشابهة في السلك والمغناطيس. عندها تقوم إحدى الجهات بالتحرك للأعلى والأخرى للأسفل، لكن حتما سوف تتوقف تلك الجهات عن التحرك عن وصول كل منها لقطب الآخر من المغناطيس بسبب قوة التجاذب بينهما. لذلك تم استخدام ما يسمى بالتيار المتردد، بحيث تنعكس إشارة التيار المتردد داخل السلك لتشكيل قوة مغناطيسية تنافر أقطاب المغناطيس بشكل دائم. أما عند استخدام تيار مستمر، فيتم تثبيت ما يسمى بعاكس التيار لعكس التيار داخل السلك، وبالتالي وجود قوة تنافر دائمة. النقطة الثالثة والأخيرة معانا النهاردة يا جماعة، مكونات المحرك الكهربائي. يتكون المحرك الكهربائي من بعض الأجزاء، أهمها: 1. الجزء المتحرك. يتكون من الملف والحافظة، حيث أن الملف عبارة عن أسلاك ملفوفة مع بعضها لبعض ويسري فيها التيار الكهربائي. أما عن الحافظة فهي لدعم الملف. النقطة الثانية، المغناطيس الدائم أو مغناطيس كهربائي، وتكمن وظيفته في إنتاج حقل مغناطيسي ثابت. النقطة الثالثة، الفرش، وهي قطعة من الكربون وظيفتها توصيل التيار الكهربائي للملف سواء كان داخلا أم خارجا. النقطة الرابعة، العاكس الكهربائي، يقوم بعكس التيار الكهربائي لكل نصف دورة. وبكده يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة يا جماعة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.